السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير. أخوكم أبو رياض. طبعاً ملاحظة بسيطة، مو هي بسيطة، ممكن تكون والله كبيرة لبعض المستخدمين. طبعاً عندنا البيبان أو الأبواب الخلفية أو المقاعد الخلفية أو الجلوس الخلفي. طبعاً المفروض يعني أغلب السيارات الحين صار نظامها وضع التعشيق والممشى أو أثناء السير في الطريق ما تفتح أقفال الأبواب هذه الخلفية لأجل أمان أو الحماية. وأنا جربت كذا سيارة من الأوبتيم الكيا، أثناء الممشى مستحيل تفتح الأقفال ويفتح معاك الأمان، لكن أنا لاحظت في التاهو اليوكن 15 من فوق أثناء السير بالسيارة ومقفلة من دون أقفال حق الأطفال، يعني مقفل بس الأبواب، بزر القفال حق الأبواب الأمان يفتح معك مجرد فتحة فتحتين. طبعا الفتحة الأولى ما راح يفتح معك، شوف يفتح طوالي، فتحة الأولى يفتح الأمان، فتحة الثانية يفتح الباب معك، شوف هذه المشكلة. قفل رياض، شوف الحين مقفل، بس ضغطة واحدة باليد، شوف واحدة فتح معي الباب، الثانية يفتح معي طوالي. المفروض كحماية ما يفتح الباب. الباب طبعا في بعض الناس عندهم اطفال شقاوة شوية عندهم او شقاويين زي ما يقولون، وفي بعض الاطفال او بعض الشباب ناس عندهم شوية من الصرع او النفسيات، ممكن يسوي لك مشكلة وانت ممشى. لكن الحل انك تضغط زر الـ هذا القفل حق الامان الاطفال اللي هو الكهرباء عنده اللي هو مقابل زر الامان القزاز او الزجاج. مجرد ما تقفل امان الاقفال اللي بجوار امان القزاز مستحيل يفتح معاك الابواب. طبعا شوف مكان الاقفال او امان الاقفال حق الاطفال، شوف هذا عند الاخوان، شوف الحين مقفل بالقفل الامان، الحين راح افتح باليد راح يفتح معي الامان، لكن ما راح يفتح معي الباب، شوفه ما راح يفتح معي الباب. فالافضل لا تنغر اذا مشيت على ان السياره مقفله جميع الابواب، لكن حاول انك تقفل الابواب الخلفيه بزر الامان حق الاطفال، لانه رايح ممكن يفتح معك مجرد فتحتين باليد يفتح معك الباب. فاتمنى انه ما، لانه بعض الاطفال فيهم شقاوة ممكن يحب يستكشف وممكن يضغط الباب مرتين ويفتح مع الباب، وخصوصا برضو اصحاب اللي عندهم أمراض نفسية قد يسوي شيء ما لا يحمد عقبه. فالأولى إنك أثناء الممشى تقفل الأمام والخلفي إذا كان معك أطفال أو معك شخص مصاب بمرض نفسي. وتحياتي للجميع.